استاذ جمال، عايز ابدا مع حضرتك ان بوسط كل هذه الظروف وكل ما يحدث للنادي الاهلي خلال الفتره السابقه، النادي الاهلي اذا فاز في مبارياته المؤجله سيكون على قمه الدوري العام المصري. تمام. النادي الاهلي رغم ما يلاقيه من الاتحاد الافريقي يصل للمباراه النهائيه في بطولة دوري أبطال إفريقيا، البطولة الأهم والأعرق والأقدم والأصعب في مش الأقدم ولكن الأصعب في قارة أفريقيا. هو ده هو قدر النادي الأهلي. يعني على فكرة طول عمرنا وإحنا بنسمع وعايشين قصة إنه ليه دايما يقول لك ليه النادي الأهلي؟ نعم. يعني حاجة غريبة، يعني ممكن جدا يطلع قرارات مع اي انديه اخرى من غير كلمه ليه، مع النادي الاهلي تحديدا يقول لك ليه. طيب اللعبه اللي حصل عليها جدل امبارح اللي هي الهدف الثاني واضحه وضوح الشمس للعين المجرده الحقيقه، انه صلاح مش متداخل. صلاح كان حسام حسن مش متداخل اساسا، لانه لم يلمس الكوره لا غير ان هو مش متداخل، الكوره سابقاه والكوره سابقاه لكن كمان ده الاساس يعني كمان هو ما حاولش حتى ان هو يلعبها، فنقدر نقول ان هو داخل في حتى لو لعبها يا استاذ حتى لو يجب كل ده المشهد ده المشهد ده يبان كمان من رد فعل علي معلول بعد اثناء الفار، هو بيستغرب فيه ايه؟ طب هو ده لاعب استاذ جمال، ده لاعب بقى في لم يحركه ساكنا، اللي هي لحظات الكابتن اسلام عاشها، اللي هي لحظات وخد لو انت شعر بحاجه كنت قلت ازاي وليه ما قالوش حاجه خالص، محدش خد باله غير زعل يعني على الجون يعني. طبعا الحكم لكن ارجع بقى لنقطه يعني رغم كل المضايقات ورغم كل العثرات اللي بتتحط قدام النادي الاهلي وصل الى المباراه النهائيه زي ما حصل قبل كده في كاس العالم للانديه رغم تعارض المواعيد، الا ان النادي الاهلي برضو عنده قدر من التحدي، وخلي بالك ده هو اللي بيميز النادي الاهلي عن غيره من الانديه. انت كل ما تحط له عقبات كل ما تلاقي اللعيبه حتى لو مش اللعيبه الاساسيين زي ما شفنا امبارح في غيابات كتيره جدا، ومع ذلك انا واحد من الناس اللي اتفرجوا على المباراه شايف انه هذه الظروف الصعبة أو المعاكسة فجرت جوه كل اللعيبة اللي موجودة. أيوة. بعد ما إنبي تقدم بالهدف إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه الكم الجهد والإصرار والتحدي اللي ظهر على أداء لعيبة الأهلي. أيوة. عارف لو النادي الأهلي بيلعب المباراة دي من الأول بنفس الروح دي والشراسة دي كان حقق الفوز من البداية. يعني أنا عايز أقول إيه، رغم الظروف الصعبة إلا إن هذه الظروف هي اللي بتخلي النادي الأهلي يصمم، والنادي الأهلي هنا بقى ممثلا في لعيبته. أي حد زي ما إحنا دايما بنقول الفانيلا الحمراء بيبان فعلا إصرار اللعيبة، أي لعيب بيرتدي الفانيلا الحمراء بيجد عنده من الدوافع إن هو بيدافع عن ألوان هذه الفانيلا، وهو يهمه جدا إن هو يطلع يرد على الكل داخل الملعب وليس بالكلام والخناقات والكلام دوت.